ساعد تقرير ساعد تقرير في إطار الاتفاقية المشتركة ما بين الدرك الوطني والأمن الوطني ارتأت قيادتا المؤسستين برمجة مداهمات مشتركة واسعة النطاق على مستوى كامل إقليم ولاية بسكرة، اختصاص أمن الوطني اختصاص الدرك الوطني. المهمة تاعنا واش هي اليوم؟ تأمين احتفالات نهاية السنة الميلادية، تأمين الممتلكات، تأمين المواطنين، الحفاظ على سيرورة حركة المرور، تفادي حوادث المرور، بالإضافة إلى محاربة بؤر الإجرام وكذا معتادي الإجرام في المناطق معروفين راه مضروبين رايحين نتهموهم. نلتزموا بالمهنيه بالانضباط سيرتو في المعامله مع المشتبه فيهم ولا مع المجرمين سواء كانوا مطلوبين اوامر قضائيه ولا اللي رايحين نباشرهم في اللحظه. انا نظن التعليمات واضحه ومفهومه، نحافظوا بالدرجه الاولى على روحنا على سلامة الأفراد تاعنا. العمل المشترك مطلوب، نكونوا متحدين ومنضبطين. في إطار تأمين المواطنين بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة بالتعاون مع مصالح الشرطة برنامجا لهذه المناسبة، وذلك بتكثيف الدوريات وتفتيش المركبات وتأمين المواقع السياحية التي تعرف توافدا للجمهور بهذه المناسبة. حرصا منا على أداء المهامنا النبيلة الموكلة إلينا الهادفة إلى حماية المواطنين وتأمين مختلف الممتلكات. وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة تم تنظيم مخطط عملياتي بالشراكة مع مصالح أمن ولاية بسكرة بالتنسيق مع عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى بسكرة، أين تم تنظيم عمليات ومداهمات شرطية ستمس مختلف الأماكن التي تعرف توافد كبير مع تأمين مختلف المناطق السياحية التي تعرف حركية بمناسبة هذه السنة.